صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 15 لسنه 2024 بتعديل بعض احكام القرار رقم 44 لسنه 2022 بانشاء وتشكيل لجنه استثمار الاراضي الحكوميه جاء فيه يستبدل بالبند رقم واحد من الماده الاولى من القرار رقم 44 لسنه 2022 بانشاء وتشكيل لجنه استثمار الاراضي الحكوميه البند الاتي. واحد وكيل البحوث والمشاريع في مكتب رئيس مجلس الوزراء رئيسا.